القصة الشعرية، وخلينا نسميها القصة الشعرية. يا ترى هذا الجانب الصغير الكبير المهم في حياة تربية الصغار ليبنوا عليهم مسار حياتهم الثقافية الكبر، ويمكن وكيف يمكن أن يعوض أطفالنا الموجودين في بلاد المهجر، كيف يقدروا يعوضوا هذا الجانب المفقود؟ شكرا. تالي في الله يعصبك. أنا بس من درجة اللي كنت ذات الكلام في هذا اللي هو بقدر أفهم إنه مصغف في الصوت المصغف في دول غربية مفترض يكون صوت العالم الثالث. يعني نحن هو مش اتهام، لكن أنا شايف إنه في حالة تعب، يعني إنه يعني بقصة إنه نحن جينا من السودان وشينا مصير وغيره، زينا في عراقيين زينا في اريتريين وصوماليين وكونغو نيجيريا، هل دي حالة طبيعية يعني إن إحنا الشعوب العالم الثالث؟ بس المشكلة في حكوماتنا ولا في لعب أكبر من الحكومات؟ نحن ضحية نظام عالمي كامل، يعني نظام إمبريالي كامل، وجينا هنا ولقينا الأبرجنال وشفنا المآسي هنا زي امتداد لكلام الإيمياء. يعني تخليت كمثقفين راديكاليين يعني في الدول الغربية وفترض مصادمة الأنظمة الغربية نفسها مش حكوماتنا، هم مجرد أقزام يعني. مجرد وكلاء تطبقوا في السياسة الدولية. يعني حتى أنا في رأيي حتى الدكتور حيدر، معلش يعني ممكن يكون الدكتور حيدر ما أعرف زي المثقفين الراديكاليين، بس حيدر شغالين مع منظمات دولية وشغالين. أنا في رأيي مشروع استعمار جديد، هم نفسهم في مشروع استعمار جديد وقادرين نفهم حتى معظم مثقفين أنا وتعاطينا يعني. إن إحنا عندنا مشكلة كبرى في السودان، نحن ضحية النظام العالمي الجديد، ضحية الإمبريالية زينا زي الأريتريين زي الصوماليين زي أي الشعوب كلها مستضعفة دي يعني. فدرها. شكرا للإضافة الجسرية يا عاصم. حقيقة أنا بشكرك. المسائل زي دي تتكرر، بس أنا كان عمري 18 سنة لما كنت عضو في رابطة الجزيرة للآداب والفنون. لقيت ناس كتار جدا أسهموا مساهمات كبيرة في تكوين شخصيتي، في إسكا الروح الأدبية لي كده. والآن ولدي عمره 17 سنة وبكتب في أي حاجة باللغة الإنجليزية، لكن للأسف الشديد ما فيش تواصل ديالي، يعني مش مربوط إلا بالديوان، يعني ما مربوط بالحركة الثقافية. فأي تكوين ثقافي في أرض المهجر أنا أفتكر أنه بالضرورة يكون فيه حاجة للأجيال اللي أساسا لا هم سودانيين ولا أستراليين ولا نيوزيلنديين في الحالة بتاعتي يعني. بتكلم دل السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد النظام العالمي الجديد كيف يرى الأستاذ الأدب أو في الحقيقة الأديب الملتزم أيديولوجيا أو الملتزم الفكريا فرصته في 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 عالم الماركت الفوضى؟ أفتكر ضاءلت شوية، ما لم نلقى في لاتين أمريكا، ممكن يكون الوضع أجمل، لكن في أفريقيا شوية الوضع يعني ما مطمئن أوي. أشكرك كثير. حد ثاني؟ السلام عليكم. في البداية أشكر الأخ الأديب الله إسماعيل داود طول الليلة في منتدى ثقافي أو في ليلة ثقافية. عندي يعني درس كله عندي جزء يعني مش تساؤل، إنما هو تفكير بصوت عالي.
التفكير بصراحة. النقطة الأولى اللي حكي فيها اللي أنت ذكرتها من خلال حديثك عن النشاطات الثقافية، لما قلت إنها كانت واحدة من همومك على الهجرة، هي إنك تواصل الفكرة أو الخط اللي كنت بديته في السودان. أنا ما بعرف بجي يعني على طول، أول ما قلت هذه التوضيح جاء في بالي على طول، يعني هل في رأيك عدم وضوح هدف الهجرة للبعض؟ وأنا هقول للبعض هنا، لأني ما حتكلم عن الجالية السودانية فقط، أنا ما حتكلم عن الجالية الإفريقية اللي أنا منها، واللي من خلال فترة وجودي في أستراليا شايفة إنه في خمول شديد جدا في النشاطات الثقافية عامة. ف يعني لما ذكرت إنها كانت واحدة من همومك، بقي في حتة هي اختلاف الهموم ربما للبعض، لأنه تجد إنه في أدباء، أنا متأكدة إنه في أدباء إريتريين كثر إذا ما كانوا هنا أكيد في الخارج، لكن برضو يعني وجودهم الثقافي ضئيل جدا. وبرضو تجد النشاطات السودانية هنا برضو يعني من فترة لفترة، أو حتى إذا وجدت بتجدها يعني تؤدى إلى يعني تشوف إنه الإحساس يعني النشاطات الثقافية بتاعت الأطفال، بتشوف إنه الأطفال بيأدوا النشاط الوطنية السياسية إذا حتى الكبار يعني بيكونوا منتصف العمر ما بين سن 19 سنة يعني ما فوق، يعني تحسوا إنه التجارب اللي قاعد يعيشوها هي هي تجارب let's just do it just you know because we have to do it that's all، ما بكونوا عايشين الإحساس بيكون مفقود. فدي ربما كانت واحدة من الخمول اللي ذكروا الأخ لما قال أيوه أنور الأخ أنور لما ذكر إنه الأخ محمد في حالة خمول شديد، يعني ما قاعد يعمل أي شيء، هي وما ما بس محمد إنما كثيرين جدا. يعني دي معلش دي النقطة الأولى اللي أنا حبيت أشارك فيها. والنقطة الثانية هي تعقيب على ما ذكره الأخ ربيع بخصوص الترجمة والإحساس المفقود. أنا قبالك ذكرت للأخ عطيه الرسولي إنه أنا حصلت على الكتاب، طلبته بسوني أول ما وصلني كنت فرحانة شديد، يعني قبل ما في تعثر وقت شديد إنه ده أول كتاب أنا أطلبه ويصلني يعني عن طريق الأونلاين. صدمت يعني بصراحة كده بوضوح، تفاجأت جدا أول ما فتحت الكتاب ولقيت إنه بالإنجليزي. أنا نسيت يعني خالص نسيت إنه الكتاب مكتوب ببرة بالإنجليزي، لكن كانت هي الفرحة في إنه أنا فتحت الكتاب وتفاجأت إنه بالإنجليزي. والمفاجأة الثانية كانت عبارة عن إنها قصائد بتشيز المفروض كان أدري بها وأنا بعملها من الطلب. دي هو النقطة أنا عايزة أكيف فيها، إنما النقطة اللي حقيقي عانيت وما زلت بعاني كل ما بفتح الكتاب دي إنه ما لقي الحميمية. يعني أنا بقرأ القصائد وفاهمة exactly المعنى وراسي على طول، يعني مخي شغالين قاعدة أقرأ في الكلام السوداني قبل عربي قبل اللغة العربية، يعني قاعدة أقرأ لكن فاقدة الحميمية، فاقدة الإحساس اللي أنت بتقرأ القصيدة دي باللغة العربية إذا وجدت. أنا ما متأكدة بالضبط، لكن يعني حاسة إني بس بقدر يعني الثقافة الإنجليزية مهمة. أنا طلبت من الكتاب عدة كتب لصديقات معي في مكان العمل، أعجبوا جدا، ما لا يتحدثون اللغة العربية خالص ما بيفهموها، لكن عجبهم الكتاب وعجبتهم القصايد ولقوا إنها عمل ممتاز جدا، قربتهم من الأحداث الأفريقية والأحداث اللي الكتاب حاول يذكرها عن دارفور. لكن أنا شخصيا بقراه كإداء واجب، مش كإداء واجب إذا كان ربما التعبير، لكن فاتت الحميمية حقيقة. وطبعا ما بقدر أظلم إنه من حق الأديب عفيف إنه أعماله تظلم الحميمية، لأنه إذا أعماله لم تترجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أكيد العالم ما حيكون عنده أي مجال في أنه يتعرف عليه وعلى أعماله. وشكرا. يعني واضح انه
السؤال بتاع الترجمة.